مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنت واجدوا هنا في هذا الشارع اللي هو الاسم ديالو شارع عبد القادر الصحراوي. انا كنتمنى من الساكنة ديال عمارة مولاشد انهم يبارطاجيو هذا المباشر لعل وعسى يوصل للمعنية بالامر ولرافض الاصلاح في هذه المنطقة. عمدة المدينة السيدة الرميلي، فمن بعد تعيينها على رأس مدينة الدار البيضاء كعمدة تقريبا هذه سنتين ونصف، ما زالت الشارع كينتظر الفرصة ديالو في الإصلاح. فتخيلوا بأن الشارع ماتوا فيه جوج الناس في ظرف شهر واحد، شارع فيه جوج كيلومتر كلها حفار بهذا الشكل. شارع للقناة الأولى اللي هي قناة عمومية، لبات النداء والطلب ديال الساكنة باش توصل المعاناة ديال الساكنة وعملت ريبورتاج على هذا الشارع، ولكن في الأخير ولا من مجيب. الغريب في الأمر هو أن المسؤولين على مجلس مدينة الدار البيضاء كيركزوا فقط على الواجهة، الواجهة اللي هو عين دياب، أنفا، المعارف، وبعض الأحياء بين قوسين الراقية. أما الأحياء الشعبية فهناك واحد الإهمال كبير وكبير جدا. للأسف الشعار اللي عطات العمدة في الأيام ديال الانتخابات لا علاقة له بالواقع، لأن لولا تعيين السيد ميدية على رأس مدينة الدار البيضاء والي على جهة الدار البيضاء استات، فكنا نشوفوا مدينة الدار البيضاء في حالة أكثر مما عليه سوء. بالله عليكم وحنا في 2024 ومقبلين على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم، شارع بهذا الحال بهذا السوء، عيب وعار أننا نتكلموا في سنة 2024 على شوارع متهالكة، شوارع اللي تسبت في حوادث مميتة. أنا نزيد نقربكم أكثر هنا من الصورة، خليكم معايا عافاكم. شوف دابا هادي طريق السائقين المهنيين عملوا العديد من الوقفات الاحتجاجية على هاد الطريق، لأن بعض من الزملاء ديالهم كيتواجدوا في السجون للأسف. الطريق كاملة بهذا الشكل، نزيدو نقربوكم أكثر من الحالة ديال الطريق لعل وعسى أنهم يعجلوا بإصلاح ديال الطريق. شوف هذا راه قبر، هو كاين قبر هنا وسط الطريق. الطريق كلها حفر، وماشي أي حفر، حفر خطيرة وخطيرة جدا. هذه البلاصة هذه راه غارقة، هذه اللي كتشوفوا فيها ما غاتبانش لكم هنايا لأن الكاميرا ديال التليفون ماشي هي العين المجردة، ولكن حفر اللي تسبات في مقتل شخصين للأسف على طولة الشارع، جوج كيلومتر كلها حفر. والغريب في الأمر هو أنهم قاموا بتصفيت بعض الطرق اللي أصلا ما فيها تشعيب. شوف شوفوا غير السمك اللي ديال داك الزفت فين هبط. المهم الشارع كامل، شارع كامل. اللي داروا انهم جابوا واحد شويه الزفت بريك ولا ودلهيه وخلاو ثاني كله حفاري احسن من هذه الجهه هذه كذلك. المهم هذا الشارع كامل، حاولنا اننا نزيدو نتكلموا على هذه الكارثه
والعذاب اللي كيعيشوه السائقين ديال السيارات وديال الدراجات الناريه من ابناء هذه المنطقه، والله يسمح لهم. كنتكلموا على المسؤولين بالاخص عمدة مدينة الدار البيضاء للأسف.